إذا كنتي أول مرة تشاهدي قناتي فما تنسي تنضمي لنا بالاشتراك بالضغط على الزر المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد، وخلوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم وآراءكم الوصفات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا بكم الطفيلات معايا في ذا الفيديو جديد. الفيديو اليوم نقدم لكم فيه تبرينة رائعة للوجه تصقل الوجه إلى عتيم قندية. الجندي هو ديك السموريه اللي تبات في الوجه وما يخلي الماسكات يبانو فيك، هذا الدواء وماسك مولي. كيف قلت لكم الطفيلات، هذا الماسك يداوي الجندي مع المداومه ان شاء الله اللي تجبر عليه نتيجه. ما نطول عليكم مكونات، وذا هما واضحين في الصوره. يحتاجوا حلوه ناطه، هذه الحلوه موجوده هو في الصحراء وفي الشمال المولي، جبن مثلث، ياغورت طبيعي، ونشا او دقيق الذره او مايزينا. لنقبلوا ملعقة كبيرة من الزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي، لنضيف عليه الجبن المثلث وحلوة ناضة، ولنخلوهم في الثلاجة يوم كامل أو ليلة كاملة إلى النهار الثاني لنجبروا الحلوة ذابت. وهون اليوم الثاني كيف تلاحظوا معايا الحلوة رائعة ذابت. هون خلطت المكونات مزيان، مست الفرماجة مزيان لين جانست مع الحلوى والزبادي، وراه نضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا أو اللي هو دقيق الذرة، وأصبح عندي الخليط جاهز للاستعمال اللي هي نطبقه طبقة رقيقة. كيف قلت لكم اللي نديرو طبقة رقيقة للوجه كيف تلاحظوا، واللي نخلوه من 10 إلى 20 دقيقة إلين ينشف الخليط، ينشف تماما، وليه نبرموه على بشكل دائري إلين يتبرم كامل عن الوجه، ومن بعد نغسل وجهنا. فقط ملاحظة الطفيلات، هذا الماسك نديره على بشرة تعود نظيفة، يعني غسلي في الأول بالغسل الخاص بك ولا بالصابونة وعودي طبقي هذا الماسك. وكان هذا هو فيديو اليوم الطفيلات، إن شاء الله يعجبكم وتطبقوا الوصفة، وما تنساوني من تشجيعاتكم ولايكاتكم.